المصروفات، معناه ان انا اروح لازم اقلص التاكس سيستم عشان ازود الايرادات، معناه ان انا لازم ادخل الانفورمال ايكونومي اللي احنا كلنا مش عارفين حجمه حتى الان، ولكن عارفين انه كبير جدا، لان احنا كمتعاملين في السوق في مصر بنعمل حاجات كثيره جدا نقديه، وبالتالي كان لازم علينا برضه ان احنا نحط برنامج لان احنا نبدا نسحب الانفورمال ايكونومي او الاقتصاد غير الرسمي الى دخوله الى الاقتصاد الرسمي، وده يعتبر احد العناصر الرئيسيه لمنظومه اصلاح النظام الضرائب المصري. طيب فده المحور الاولاني. المحور الثاني هو اللي بنقول عليه الانسنتف ستيمولس بلان، يعني الخطه الاستثماريه التحفيزيه للاقتصاد. والمحور الثالث وهو عشان اقدر اعمل خطه تحفيزيه استثماريه للاقتصاد لازم اعمل بنيه اساسيه مظبوطه، والبنيه الاساسيه دي هتكون في عناصر المؤسسات المصريه والبنيه التشريعيه المصريه. وده المحور الثالث. طيب الكلام ده فيه لوت اوف كونفدنس، يعني البرنامج صعب ومش سهل، تحليله والكلام عليه سهل جدا. ولكن النهارده انا عشان اروح واعمل في الاصلاح الهيكلي للموازنه العامه للدوله خفض المصروفات وزياده في الايرادات، ده معناه ان انا رايح لخطه انكماشيه. وبالتالي ازاي انا رايح لخطه انكماشيه وهعمل ستيمولس بلانز او هعمل خطه تحفيز تنموي. اذا خطه تحفيز التنموي لازم تتم من خارج الموازنه العامه للدوله. ودي حقيقه تجربه مش جديده، دي تجربه عدت بيها ماليزيا، تجربه عدت بيها البرازيل. ماليزيا عدت بهذه التجربه من 1990 ل 2000. البرازيل عدت بالتجربه دي من 1994 ل 2010. اذا التجارب دي كانت موجوده، الناس كانت بتواجه نفس المشاكل. انا ما اقدرش النهارده اروح احط في الموازنه خطه تحفيزيه ب 150 مليار جنيه، ده معناه ان انا هرجع العجز اكثر من ال 250 مليار الموجودين، وهرجع العجز للناتج المحلي الاجمالي قرابه ال 18%، يبقى انا ما عملتش اصلاح هيكلي حتى لو لمست الدعم الدعم، وحتى لو زودت الضرائب من خلال اعاده هيكله منظومه الضرائب، اذا حصل الى برضه ان ما وصلتش لاي اصلاح هيكلي. فكانت البالانس هنا او الموازنه هنا ان احنا نقدر نعمل الاصلاح الهيكلي، نخفض العجز على الاقل في موازنه 2014 2015 من الليفل بتاع 290 مليار جنيه للليفل بتاع 240 مليار جنيه عشان نروح لقرابه ال 10% عجز الناتج المحلي الاجمالي، ثم نتجه لان احنا نقوم بخطه تحفيز كامله من خارج الموازنه العامه للدوله. الموازنه العامه للدوله يوجد فيها فقط رقم 58 مليار جنيه، ده اللي هيتصرف على المشروعات البنيه الاساسيه والمشروعات التنمويه اللي داخله في خطه الحكومه في 2014 2015. ولكن الفرق بين الرقم ده واي رقم بيتحط تاني ان الرقم ده محطوط علشان فعلا يتصرف المره دي، لان احنا عارفين ان احنا عندنا ريسك كبير جدا ان الاقتصاد بطريقه التحفظ في الموازنه العامه للدوله ممكن يدخل الى افاق انكماشيه، وبالتالي المره دي ما هياش رفاهيه ان انا اصرف الرقم اللي موجود داخل الموازنه العامه للدوله. انا بقول القصه دي ليه؟ لان السنه اللي فاتت كان عندنا رقم داخل الموازنه العامه للدوله 34 مليار جنيه عشان يتصرف في البنيه الاساسيه، ولم يتم صرفه في البنيه الاساسيه، وبالتالي ده طبعا قلل النمو في 2013 2014، وصلنا للنمو اللي تم تحقيقه في 2013 2014 واللي بلغ 2.4% نمو في الناتج المحلي الاجمالي، اللي هو مدروس لهذا الرقم من النمو مع نظرتنا في الناحيه المقابله لرقم النمو السكاني. ما تقدرش مصر ابدا تنمو ب 2% و 3% لان دي ارقام ضعيفه جدا مش هتؤدي الى ان انا امتص البطاله الموجوده في السوق العمل، مش هتؤدي الى تخفيض نسبه الفقر اللي موجوده وصل الى 27%. فبدانا الحقيقه نقول طيب 58 مليار دول لازم يتصرفوا في برامج تنميه في خلال من خلال الانفراستراكشر، الطرق، المحطات المياه، كباري اند سو. النقطه الاخرى كان بصينا خارج الموازنه علشان نسبه لحضراتكم حاجه هامه جدا، بعض الناس بتقول الحكومه مش هتعتمد اني مور على القطاع الخاص، دي حاجات بتتردد في السوق، الحكومه بدأ هي تشتغل بنفسها، الحكومه النهارده بدأ هي والقوات المسلحه يعملوا كل حاجه مع بعض، ده الجيش داخل في كل حاجه، ده الحكومه النهارده مش عايزه القطاع الخاص، ده حتى بتطلع ضرائب علشان تطفش القطاع الخاص. اعتقد ان احنا النهارده في هذه القاعه اغلبنا مصرفيين وماليين
للتحفيز التنموي تتراوح من 260 مليار جنيه ل 336 مليار جنيه في عام 2014-2015. الحكومة مش هتحط منهم غير 58 مليار جنيه من خلال موازنة العمل الدولي. إذا أنا بعتمد اعتماد كلي وجزئي على القطاع الخاص اللي هيبقى قاطرة التنمية بالنسبة لي، إذا أنا بعتمد اعتماد كلي وجزئي على الإكسسوارات المباشرة المحلية للقطاع الخاص المصري في إن هي تدفع النمو الاقتصادي للليفل اللي إحنا حاطينه في الاعتبار كأول سنة من سنوات الإصلاح 2014-2015 اللي بنسعى لتحقيقه وهو 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي 2014-2015. ده بيرد الأرقام بترد على الجزء الخاص باعتماد الدولة الفترة القادمة على الاستثمار الخاص واعتماد الدولة الفترة القادمة على الاستثمارات المحلية من خلال القطاع الخاص. خلاص الموديل القديم بتاع الاقتصاد الموجه ما ينفعش حد يمشي بيه وما ينفعش حد يعمله. والدليل الاخر ان انا عايز اكتسب ال 260 مليار دول من خلال القطاع الخاص ان انا بروح للمحور الثالث وهو الاصلاح التشريعي. لو انا النهارده حاسب كل حاجه كحكومه او هعمل كل حاجه كحكومه انا مش محتاج اعمل اصلاحات تشريعيه كبيره عشان تكتسب استثمارات محليه اجنبيه. انا مش محتاج اعمل قانون استثمار موحد، انا مش محتاج اعمل قانون اراضي موحد، انا مش محتاج ابتدي اظبط تاني قانون العمل، انا مش محتاج اعمل ايضا قوانين مثل قانون الصناعه، انا مش محتاج اعمل قانون الافلاس البنك الرابطي اللي هو شاتر 11، انا مش محتاج اعد كل الانفراستراكشر ده في الليجيسليشن علشان انا رايح اعمل الخطه دي بنفس الحكومه او اقوات مسلحه. ولكن بالعكس البرنامج يثبت من خلال المحور الثاني له وهو الاستثمار التحفيزي والتنموي، والمحور الثالث له وهو الخاص بالتشريعات والبنيه الاساسيه للتشريعات، ان احنا رايحين ليبراليز ايكونومي اقتصاد حر موجه للاستثمار بيعتمد في النمو بتاعه والتنميه بتاعته على القطاعات الرئيسيه للاستثمارات المباشره الخاصه في البلد والاستثمارات المباشره الاجنبيه. طيب البرنامج ده الصرف ده يبقى انا النهارده عندي برنامج اصلاح هيكلي هيتم على 4 سنوات، وعندي برضه برنامج تحفيز تنموي في الانفراستراكشر هيتم على 4 سنوات، وعندي اصلاح تشريعي هيتم في اول سنه من سنوات الفتره. ده هيؤدي بينا لارقام واضحه لو تحقق، هيؤدي بمصر في السنه الجايه الى 3.5% من الناتج المحلي الاجمالي نمو، هيؤدي مصر من نسبه بطاله في نهايه الخطه 2017-2018 الى قرابه 9.5%، هيؤدي مصر بنسبة فقر إلى قرابة تحت ال 20% 19.8%، هيؤدي مصر في 2017-2018 إلى نمو يصل إلى 5.7%، وهذا رقم متحفظ للإطلاع. طيب إذا كنا النهارده عايزين نصرف السنة دي بس 260 ل 336 مليار السنة دي بس في مشروعات البنية الأساسية، كلنا نعلم طبعًا إنه على رأس أولويات الاستثمار في مصر في الفترة القادمة هو قطاع الطاقة وبالأخص قطاع الكهرباء. لكن إحنا برضه نعلم إن قطاع الكهرباء عشان نبتدي أصرف فيه النهاردة أولًا الفورين كومبوننت المكون الأجنبي لهذا القطاع هو 85%. إذًا اللي هيجي يقول لي إنه هذا القطاع لازم أشتغل فيه بدل محور بدل تنمية حفر قناة السويس الجديدة أو بدل محور قناة السويس، هرد عليه واقول له خلي بالك ان انا في الخطه التحفيزيه التنمويه بدور على اللوكال كومبوننتس، اللوكال كومبوننتس اللي بتقلل الانبلويمنت، اللوكال كومبوننتس اللي بتقلل البوفرتي، اللوكال كومبوننتس اللي اقدر اعملها بسرعه في خطه عام 2014-2015 عشان اقدر اصل بالاقتصاد بتاعنا انه يعدي عمق السجاجه وهي الرقم بتاع 2.5% من الناتج المحلي الاجمالي المحقق حاليا، واوصل بيه لقرابه 3.5%، والاهم من ان انا اوصل ل 3.5% ان انا اغير الاتجاه من اتجاه هبوطي الى اتجاه صعودي للاقتصاد المصري، وابني الثقه للمستثمر المصري في الاقتصاد، وابني الثقه للمؤسسات المحليه والدوليه في خطه الاصلاح الهيكلي والاقتصادي والتنموي المصري. ومن هنا جاء ان احنا وصلنا لمشروع قناه السويس النهارده اللي مقسوم اتنين، الجزء الاولاني هو كوريدور قناه السويس ممر قناه السويس، الحفر اللي بيتكون من حفر 35 كيلومتر وتعميق 37 كيلومتر، يعني باجمالي 72 كيلومتر.
الملك بتكلفه تصل الى 29 مليار جنيه، واجمالي تكلفه بالانفاق اللي هتعدي من تحت بورسعيد وتحت الاسماعيليه الى قرابه 60 مليار جنيه. جه التفكير في عده ادوات ماليه، اطرح انهي اداه. البعد الامن القومي طبعا كان مسيطر على الناس اللي بتفكر في القصه. عندنا بعد تاريخي للقناه، عايزين القناه تبقى مصريه وعايزين المشاركه تبقى مصريه، وفي نفس الوقت نابعه من زي ما بيقولوا انتربرينوريال اتيتيود، ان احنا عايزين مشروع يلتف حوالين المصريين ويشوفوا الاقتصاد بتاعهم وهو بيتن راوند، ويشوفوا الاقتصاد بتاعهم وهو بيعاد هيكلته، ويكون المشروع ده هو الكيك اوف بلان بتاع مصر. فلقينا ان ده اقرب مشروع يحقق هذه الخطه. الكوريدور ده يقدر يتحفر في سنه، كل الدراسات الفنيه اثبتت انه يقدر يتحفر في سنه، زائد انه تكلفته هتصل الى 60 مليار، ده طبعا بالاضافه للانفاق السته اللي هيعدي من بورسعيد وهيعدي من الاسماعيليه. اذا النهارده جاء الفكر الرئيسي، طب كيف سموه لهذا المشروع؟ بالادوات المختلفه، عرض هيئه الرقابه الماليه، عرض البورصه ادوات، عرضنا ادوات، قعدنا في المجموعه الفنيه الاقتصاديه الى ان وصلنا الى ان شهاده الاستثمار كبدايه للاستثمار في هذا المشروع هتبقى حاجه مطمئنه للشعب المصري. هو متعود على الجهاز المصرفي في ان هو يشتري الشهادات الادخاريه والادوات الادخاريه من الجهاز المصرفي، يعلم تماما ان الجهاز المصرفي شهادته مضمونه من الجهات الرقميه زي البنك المركزي من خلال الاحتياطي على الودائع، يعلم ايضا ان النهارده الدوله ضمنت له كمان الشهاده دي علشان ما يفكرش في الكاش فلو بتاع قناه السويس. طيب من الناحيه الفنيه خلال 100 مره واحده 60 مليار جنيه. الكاش فلو بتاع القناه يستحمل 60 مليار جنيه مره واحده؟ انا كده هروح كهيئه قناه السويس ادفع 12%، وانا لو خدت الفلوس دي عندي واستثمرتها دلوقتي هستثمرها 7-8% نيتو في تاكس. فانا كهيئه قناه السويس كميه الفلوس، لكن انا خسران عليها دلوقتي 3-4%. ما ننساش ان اللي ضامن هذه الشهاده هي وزاره الماليه. طب هي وزاره الماليه بتستلف بكام؟ 14%؟ يعني وزارة المالية اللي بتستلم 14% دلوقتي عندها آليات، عندها فلوس ب 12% تقدر تاخدها وتستخدمها تخفض بيها تكلفة التاب بتاعها، وقناة السويس كل ما بتحتاج من الشهادة فلوس وزارة المالية تديها بما ان هي الضامن الرئيسي للشهادة. إذا فروم كاش فلو بوينت اوف فيو وي ار ميكينج ماني وي ار نوت لوزينج ماني. طيب النقطة الأخرى، هيئة قناة السويس هتيجي فجأة بعد 5 سنين يبقى عندها 60 مليار جنيه ترجعها. اتعملت تشكيله لجنه لهيئه قناه السويس مناط ليها من المجموعه الوزاريه ان هي تعين تراجر لهيئه قناه السويس اب ذا ماركت ليفل، ده نمره واحد. بالاضافه الى كده ان هي تخلق سينكينج فاند من خلال الايرادات اللي بتيجي للقناه كل سنه. السينكينج فاند ده يشيل كل سنه جزء علشان نهايه العام، نهايه الفتره اللي هي 5 سنوات، تقدر من خلال الاجريجيت فاندز او الفلوس اللي تم تجميعها داخل السينكينج فاند الحساب الغارق ده تقدر تسدد منه بسهوله فلوس الشهادات، وبالتالي الضمانه اصبحت ضمانه شكليه لطمانه الجمهور ان هذه الشهاده، شهاده الاستثمار الاداه المصرفيه دي مضمونه من الحكومه المصريه. ولكن في واقع الامر كل الموضوع مدار تماما مثل اي اليه للقطاع الخاص، وهو بيدير سند او هو بيدير سينكينج فاند او هو بيدير كاش فلو. الموضوع طبعا لازم نبقى عارفين ايضا ان حفر الانفاق الايرادات بتاعت التونس بتاعتها هتروح ايضا لقناه السويس. ده مش هيتم السنه دي بس، ده هيتم على 3 سنوات. اذا الاموال اللي هي 60 مليار دي هتستخدم منها 40 مليار اول سنه، ثم 10 مليار ثاني سنه، ثم 10 مليار ثالث سنه. الكاش فلو واضح وصريح. طيب هو ايه البروجكشن بتاعت ايرادات القناه دي على 5 سنوات؟ والبروجكشن ده كل الناس بتاعت الفاينانشال مودلز او الناس اللي بتعمل دراسه ماليه المتخصصه في هذا تقدر تتشالنج البروجكشن ده. القناه حاليا بتعمل نت باتم لاين 45 مليار دولار. بعد الباتم لاكن لما يحصل دي باتم لاكن لما يحصل، يعني ايه؟ انا عندي ممر واحد بتعدي فيه السفن لمده 35 كيلو، اللي بقى الممر الواحد ده بيزود قد ايه من الوقت اللي بتعبر بيه السفن. طب ايه يعني مشكله الزياده في الوقت؟ ليه لما هقلل الوقت هيجيلي شيبس اكتر تطلع من 49 ل 97 شيب؟ هي الشيبس اللي مستنيه دي
هيجي يشوف صغيرها. هو في طريقين للعبور بين الشرق والغرب، الطريق الاولاني هو قناه السويس، الطريق الثاني هو راس الرجاء الصالح. تعالوا كده نبص على الجدول بتاع طريق راس الرجاء الصالح. الشيبس اللي اوريدي بتعدي من طريق راس الرجاء الصالح بتاخد وقت قد ايه؟ هنلاقي ان الوقت بيتراوح من 20% زياده عن العبور من قناه السويس حتى 80% زياده. معنى كده لو انا حصل لي ميتنج تايم في قناه السويس، ممكن تبقى قناه السويس وقتها زي راس الرجاء الصالح. يعني لو انا بعدي مثلا من 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 جده ورايح امستردام، ممكن يبقى المسافه نفسها 5000 كيلومتر في قناه السويس او 2000 كيلومتر في قناه السويس، لكن اروح راس الرجاء الصالح الاقيها 6000 كيلومتر. لكن ديو تو الويتنج تايم انا بعدي في نفس الوقت. فلو انا قللت الوقت ده هقدر اكتسب كل السفن ايضا اللي في حركه التجاره العالميه بتعدي من خلال طريق راس الرجاء الصالح تيجي الى قناه السويس، بالاضافه الى طبعا الاذر سيرفيسز. يبقى ده مشروع الحفر. مشروع الحفر من ناحيه الكاش فلو مدروس، من ناحيه الاداه اللي نزلت كاداه شهاده استثمار. اعتقد ان احنا شفنا الاقبال، الاقبال بس مش بس على الشهاده، والاقبال مش بس على العائد ال 12% اللي هو يعتبر اعلى عائد معفي من الضرائب في الماركت النهارده، ولكن الاقبال ايضا من الناحيه الوطنيه كمشروع وطني. كل المصريين عايزين يبقوا مساهمين في تمويل قناه السويس كحدث هام في اعاده هيئات الاقتصاد المصري وبدايه انطلاقه.